وجاءت لأمثل عائلتي بالشكل المحترم واللائق. في هذه المرحلة اقترحت نفسي على الساحة بطريقة ديمقراطية، وصرحت مرارا وتكرارا بأن الباب مفتوح أمام كل شخص يرى نفسه ملائما لهذا المنصب ويريد ترشيح نفسه فليتفضل. حرصا مني على وحدة العائلة، لأني أرى في الوحدة هي المفتاح الرئيسي للنجاح، وهي الوسيلة الوحيدة لكي نتخطى أخطاء الماضي ونبدأ عهدا جديدا واعدا لكي نصل معا إلى الهدف المنشود.